من اعمار يتهم الحلبوسي بانه يمارس دكتاتوريه كبيره في الانبار، قمع لاي راي مخالف، اي ناشط يكتب تروح لدوريه تشيله بالليل. مو بهالطريقه. اني الان هاي سياسيين من الانبار يقولون اي اني بدي اجاوبك. اني الان يعني عندنا في مناطق غرب بغداد اكو عالم بالعراق، خلي اوضح لك لان هاي مساله مهمه. عندنا ثلاث بيئات، عندنا بيئه السوشيال ميديا صحيح هذا الدمار، وعندنا بيئه الشارع العراقي، وعندنا بيئه المنطقه الخضراء. بيئه ما تدري بيئه زين، حتى نبقى في اطار هذا الشيء. القى هوايه شباب تشوفه ابن وادم ابن عائله مربى شو اسمه، هو يدخل غرفته ينسلخ من واقع الشارع والحياه ويدخل يذوب ببيئه السوشيال ميديا، يتحول الى ترمينيتر، الى اله هدم، يفشر، يسب، يعتدي، يبتز، يتحارش. الان بدينا نسعى، تعاونوا ويانا الامن الوطني بتفعيل الجريمه الالكترونيه والابتزاز الالكتروني. بدوا ينشالون شباب من عندنا، يجون اهلهم، التقي عندنا بحي الخضراء بالداودي، يمكن الان دي يسمعوني ويشكروني اهلهم. يجوني تعرف مجتمعنا بيفز زين من فتره 2010 يعني 2008 او 2006 ل 2014 بيفز. يجي امن وطني اعتقال عشوائي ميليشياتها زين، يجون نلقي الموضوع جريمه الكترونيه. اقول لهم يا ابي احمدوا الله وشكروا انه ابنكم اخطا هذا الخطا حتى نقدر نعالجه احسن ما يوقع بغير خطا. من يطلع الولد اقول له انت هيك وهيك حاجه، يقول لي لا، وهو محق صادق لانه طالع من هاي البيئه، ده يعيش انسان طبيعي. اطلع له الكلام مالته، انت هيك قايل، هيك حاكي، هيك متز، يدوخ. هو ده يصدق من يقول اني ما قايل، لان هو طالع من هاي البيئه. من يدخل لهاي البيئه تتغير شخصيته. يقوم فلما تلقي واحد مو الحلبوسي دخلت تجي عندي العصب اليمنى، ارد اترك هاي الهرجزه مال السوشيال ميديا، وكل من يكتب بكيفه، وكل من يحكي بكيفه، وكل من يتحارش بكيفه، وكل من يبتز بكيفه. مجتمعنا باعراف بتقاليد، عندنا العيب الاجتماعي، عندنا الاخلاق، كل الاشياء. كل انت تجي تريد تقول لي لا وياك انسى عن موضوع كلهن وياك ابو جعفر. لا بس اسمح لي هنا، لا بثانيتين هذا التفاف على بثانيتين. اي حق يحتاج الى تنظيم، الحق ليس مطلق زين، الحق ينظم، تنظيم الحقوق، تنظيم وليس قمعها. وال... بكل تأكيد مو أوكي قمعها. أنت نظمها وتعال حاسبني. اثبت اثبت أنه هنالك قمع للحريات وليس تنظيم للحريات. إيه؟ راح تلاقي صوتي مثل شلون صوتك. شلون أثبت والله إذا ذولا سياسي الأنبار كلهم يذكرون بس بالإزحف. إذا بس كل بلزحف. واحد غير تقدم يقول أكو قمع بس بالإزحف. زين، قانون والشريعة والإثبات يقول البينة على من ادعى زين، واليمين على من أنكر. أبو سلمان الجميلي يؤكد ذلك شيء. وهو شخصية سياسية مهمة بالأنبار ووزير سابق، وذكر بشكل نعم. واضح نعم. غير هاي مواقع كثيرة تذكر نعم. متقارير صحفية عديدة تذكر. أما إذا تريدنا نجي على من البينت وعلى من ادعى، لازم نحاسب كل السياسيين من 2003 لليوم. هواي تدعون وماكو بينات. بالنسبة لي اللي شايفة تنظيم للحقوق وليس تنظيم للحقوق. أنا اللي